السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي حجاج ولاد مراح كليب ستات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هالخيرات والروال الجالية المغربية، والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 12 في شهر 1 2023، ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون ومرجان توك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليا زيتون ومرجان، غادي نعرفوا العتمينة مع الحباب تاعنا هنايا. هاد الخيرات تاع الخيش والبال تاع التمن كي تشوفوا معنا جميع الالوان اللي كاينه في السوق، غادي نشوفوا الحباب تاعنا. وشحال هذاك الشيء؟ لاباس الله يحفظك. شوية الله يبارك. شحال؟ تاع اش هذاك؟ غمرة غمرة غمرة. واش قمح واش شعير واش؟ لا قمح. سبولو ها؟ تيقول لنا قمح 850 اللي بغيتو فيه. باش 600 ثم بقى 20 ولا شفارة باش أولاد صبرك حتى ما حدك حابس أنت. تنحيوا الحباب تونا في المكان، اهلا بكم. الله يسليكم تبارك الله. صاحبنا وعزيز الله يبارك فيك. شحال تقريبا باش تبيعوا لي؟ هذا من 800 ل 850 كناخذوه ب 700. ما انت من سالك الله يسهل لك يا رجل. تبتيني قلت لي رانا صايم وتقت. الله يتقبل. انت اليوم صايم ولا؟ الله يتقبل. تبارك الله. هذا لك وتبتيني. وي بالله راه نشطب صب الشتاء راه نشطب شويه. ورا خاصة شتاء اخرى. نشطب ها البال رجع 500. 600. ها 500 500. هذا بحال تجيب. هذا منين جبتوه هذا؟ هذاك مسطيه هذاك الله يربحك ب 400 عندنا دفايش. قال لك الله يربحك ب 400 حيد دفايش. اش اسمي هذه بزرعه. تبارك الله هذه مليحه. ايوا قويتو 1100 تم ابو شعيب هنايا. باش شحال؟ لا 11 مليون. شحال خدتوها؟ خدناها ب 1000 على 100 ترانسبور ديال المازوت. وخدتو فيها الثمن؟ كاين الثمن كاين عندنا. خدتو فيها ثاني؟ لا ما غاديش قيد النمرة. قيد غيكون الله خير. لا ما غاديش نقيد النمرة. نقولك الصراحة السوق هو كل شيء. وعلاش السوق غالي هاد الأيامات؟ السوق غالي ولكن القوة كاينة داخلة، راه موخا غالي راه القوة كاينة. كان الخير موجود كما تشوفوا في سيدي حجاج ولاد مراح، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. هدا تاع اش قلنا تاع اش هذا؟ ديال الشعير محشوش فوز كل شيء لي. فوز. فوز. بالسبول تاعو بكل شيء لي. في جودة ماشي. ما يشريش العلف. لا ما يشريش العلف الاخر بعد. دابا عالف من البلاصه بسبوله. بسبوله. تبارك الله. ودا احسن من الفصاخ. احسن من الفصاخ بزاف 100% كاع. 100% احسن من الفصاخ. يقولوا الفصاخ ب 2000 18 16. 11 راه رخيصه. ياك؟ هذا الشيء اللي نقولوا للحباب. معنا باس. ب 1000 ريال. ب 1000. تبارك الله. هاد الخيرات في سيدي حجاج بولاد مراح. تنحييو الحباب تونا في المكان وكما تشوفوا، ونقولوا للحباب تونا اللي مشاركين معنا في قناه الزيتون مرجان بارطاجيو لنا الفيديوهات، راه القاعده ديال ضعيفه قبل المشاهده. جميع المشاهدين عيالات ورجال بنات ولاد وكبير وصغير، الخيرات راه موجوده الحمد لله. خاصنا واحد الشتيوا راه يمكن حالات الشتاء، راه حالات الشتاء تقريبا واخا الشمس كاينه. الله اللي تعلم بالغيب. اهلا اهلا بخير. بشحال بعتي لولد عمتي انت؟ خويا ب 600 5000 3000 ريال. 600 تاع اش هذا الشيء انت؟ الخرطان. تاع الخرطان. خرطان استراليا ولا استراليا ولا ياك؟ استراليا. تاع استراليا كما قال لينا.
شر بسفولو اهلا كي داير بخير الله يحفظك ياك تناشط الخير موجود تبارك الله الحمد لله كاين 500 150 كله على حسب الفلاحه كل شيء الخير موجود عندي الحمد لله ومالو تمني تصور كي داير البقر اليوم زيتون البقر غالي البقر غالي كل شيء غالي كسمين كل بقره كي كل شيء فيه الثمن والله يجيب السلامة امين الله يعطينا شي رويه شي رويه انت اللي بارك حداك رانا ما نتيقش فيه ان شاء الله كيف قول 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 اش بغيتي تقول انت قول ها الكلام جامد كلشي الناس كيقولوها ليا وانا اللي راه مقطريه من قلبي هادشي سبحان الله عزيز لك اه الدعوه عطوها لك شري فرارج اليوم وياخذ بكريدي الله يرضيك جا واحد النهار تسلف واسي تسلف عندي 2000 عرفتي وحرب شرمشت شحال مشهر؟ شرب شر نقول لنا اشترى شي شحال مشهر؟ سيمانة تقى الله تقى الله انت حصلتك يا رجل 600 باش باع وين خيرة الله يحفظك شحال الخير التيبان اللي قاعد بحال جديد ولا كيف انت؟ القمح تبارك الله شحال الثمن تاعو؟ 480 انت هذا العام ولا شحال من العام هذا؟ هذا ديال 2022 2022 تاع العام اللي فات تبارك الله فعلا كما تشوفوا معنا تيبان نقي وبيض كي تشوفوا معنا في الكاميرا تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان ونطلبوا لك التيسير يا ربي الله يسهلك سي زيتوني مرجان اهلا الله يحفظك 520 ريال موجود 520 تاع اش هذا؟ ديال الشعير هذا الراجل خد هذا البلاط شحال خدتي من وحده؟ خدتها جوجات جوجات غير موجود كلاس ولا دخلت للدار سبحان الله والله يجيب لنا شي رويه اخرى اللي يفوت الدار اللي نوض فوق منها امين ودي السي زيتوني كنشكروك وشكروا القناة ديالك الله يحفظك باقي نبيع وما علمناش على حاجة باقي تبيع شحال بعتي؟ دابا وصلتي عند المراحي شحال بعتي؟ قلت لك ما زلت ما هذا من راس العين ماشي مراحي ايوا مراحي هاي مراحي ابوه مراحي وليش مشى راس العين ولصق فيها تما؟ داته كان ولاد مراحي مجهدين مشى جدي للعونات شرى البلاد بقى الحوض هرب خافوا من اللي طحنوه هنا ولا كان مجهدين اي جيت خايم بسرعة مشى جيت ولد جعفر كان حدا مول جعفر الحجاجي سي احمد بن الحاج والله وتغير محمد تنحيدوك من قية مزار كان يعيروا كانوا الناس مجاهدين لا كان الناس كانت هذيك الساعة كانت واحد هذي ولي الحمد لله دابا راه أحسن مكان يبقى إلى الله واحد حقيقة دابا ولا واحد القانون زين ولا كل شيء انتقم كل شيء الحق على حقه والحمد لله كما قال هذا الرجل قال لي هذا الرجل باقي نبيعه ما بغاش يوريني الثمن وراني جدو مشى راس العين قالوا لي خليه يسكن هنا ولا ما تبقاش قيد قسم الله جينا للسوق نبيعو 700 800 1000 باش ما جا السوق يبيع تبيع ب 700 انتافع بالله يقول لك بعتي ب 700 قال لك الناس تسير شوف هذا الراجل مسكين شوف شوفوا هذا الراجل مسكين شوف شوفوا هذا اللي جا عندكم حسبوا ليه 18 ريال البالة هذا مول شي لابقة الصفرة مول الكاسكيطة هذا يتساهل ما كاين لا كذوب ديما الكذاب قال لك الله ينعل الكذاب اخي يكون يمازح قاري قاري ارضى اهلا الله يحفظك انا صورتك على قاري قاري قلتي فكرتيني قاري قاري هذا من المشاهدين تونا العقده مرحبا قول العقده قول العقده حتى العقده تيقول لك العقده مرحبا بالعقده تنحيوا جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان والحباب تونا وشحال هذا سيمون هذا عكاش رفاتي وهذا هو الباترون زعما باترون اليوم ما كاينش باترون ياك اليوم داير خدام هادو الحباب تاعنا كما تشوفوا سيدي حجاج بنات مراح لا تيقوا لي في شي بنادم راه كاينه جيبها فم وقول بحال ما هذاك اللي لهيه راه في راه حديو معاه كان رجع السوق ولا 350 اييه
ودابا ملي كاينه اليوم 19 يوم في الليالي الفلاحه راه بداو شويه يتكرزوا. بداو تيتكرزوا. ولا كيبان ليهم مع داروا الدواء دواوا على الربيع ودواوا على بوزداغ ودواوا على داكشي ديال السيبوس. الزرع بدا شويه كيبان لي كيعيا ولاو باغي نشتا ملي ما بانت لي مشتا مازال ما طاحتش. غادي يكون خير غادي يكون. النشره ما كيقولوا شاي راه دابا حتى الثلاث الماجي ما كاين بكنين ما كاينش. الفلاح وليتي اليوم اللي كان كيقول لك عاجي خذ 350 ولا يقول لك خاصني تعطيني 500 في النادر هو حاسب لك كحله على بيضه ملي تجي لهنا باغي يدي من عندك على البيضه و500 ما قالتش يعطيها لك. ياك ايوا فين غادي تخرج ملي تحسب تحيد البيضه بوحده والكحله بوحده في 10000 فرنك غادي يصبح الواصل بمازوط ديالو الصنك هنا 100 درهم كتخلص واخا يكون عندك 100 درهم. شحال غادي تقام عليك زعما الفان؟ على الاقل غادي تقام عليك لحيتي الكحلاق وخليتي البيضه تقام لك ب 440 ولا داكشي تبيع ب 500 ما تقدكش الصنك هذيك 60 ريال. تقدكش خاصك تبيع فاياج. خاصك تبيع الفاياج كامل و 60 ريال في الباله ما تسلك 60 ريال اقل ثمن كتقام فوق الكاميو ب 80 ريال 100 ريال. اها كما قال لنا هذا الرسول في سيدي حجاج بولاد مراح.